مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مجددا من دار الإفتاء المصرية، وهذا اللقاء الذي يتجدد خلال شهر رمضان الكريم مع فضيلة الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. في البداية فندم برحب بحضرتك. طبعا أهلا وسهلا مرحبا، وبرحب كمان بمشاهدينا الكرام. ربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا الأيام دائما ونحن في أحسن حال. اللهم أمين. بكل تأكيد الإسلام أوصانا بالتزاور وبصلة الرحم، ولكن خلال هذه الفترة التي نعيشها ومع تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ظهر مصطلح التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. ما رأي الدين في هذا المصطلح، مصطلح التباعد الاجتماعي، خاصة مع أن البعض يتخوف من أن يكون هناك قطع لصلة الرحم بسبب التباعد الاجتماعي، رغم أن هذا التباعد وجد خصيصا وموجود خصيصا خلال هذه الفترة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. خلينا نقول التباعد الجسماني شوية أو التباعد الجسدي. إحنا الحمد لله مما كرمنا الله سبحانه وتعالى به في مجتمعاتنا، وخصوصا المجتمع المصري، الحرص الشديد على صلة الأرحام، والحرص الشديد على خصوصا في رمضان، وكانت في العزايم والسؤال وبنعيد على بعض في رمضان، والكلام ده شيء مهم. فاحنا دلوقتي أمام وصية مش بالتباعد الاجتماعي بمعنى ان احنا هنتفرغ اجتماعيا، احنا امام وصيه ان احنا تباعد جسدي، ان احنا ما نجتمعش اجتماع جسدي فيه لان نضر بعضنا. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما قلنا قبل كده، ان مع العسر يسرا، وربنا كرمنا دائما بما نوفر به البدائل. فيلا بقى ايه، ودي دعوه اولا بالحرص على صله الرحم، يعني ما نستغناش ابدا عن صله الرحم وفي الايام دي ولا طلع. وفي نفس الوقت تكون صله الرحم بما يتناسب، يعني ده وده، مش مفرطين هنا ولا مفرطين هنا. طب ازاي نعملها؟ طب ما اصل صله الرحم مش فقط بالتسليم، التسليم بالايد ولا بالمعانقه ولا مش كده بس. صله الرحم دي يمكن تبقى في صور عاديه بين، لكن صلة الرحم هي بالوصل. الوصل ده يأتي بصور متعددة. ربنا كرمنا الحمد لله بشيء له وجهين، وجه حسن ووجه اسمه التكنولوجيا والسوشيال ميديا. فالأم لما نستخدم وسائل الاتصالات والسوشيال ميديا والكلام ده في صلة الأرحام وفي نطمن على بعض ونتكلم مع بعض، فده يجمع بين الخير كله. اسمنا اطمننا على بعض وسألنا على بعض، وفي نفس الوقت واحتفظنا بأن ما فيش حد أضر بحد. لما كمان، ودي مهمة، شيء مهم وهيخلينا في نفس الوقت نتجنب بعض الأمور اللي احنا ما كناش حابينها في صلة الرحم، اللي هو ايه؟ ان احنا بعض الاوقات كنا بنقارن صلة الرحم اللي هي عبادة اللي هي جميل ببعض المظاهر الاجتماعية والمظهرة الاجتماعية اللي ملهاش، الاسراف مثلا في العزايم، ده كان شيء ما كناش حابينه. كنا هنا بقينا امام فرصة ان يبقى صلة الرحم بشكل عيني وكل حاجة هدية، برضو كل حاجة هتروح بشكل لائق أو صلة مادية وكل حاجة، بس هنتجنب فيها قضية الإسراف اللي أحيانا كثيرة الحقيقة كان بيبتغى به أن احنا نظهر بشكل. فده احنا الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبكم وليس إلى محل النظر، هو المظاهر. فيلا برضو خلينا فرصة حلوة هي أن احنا نتواصل اجتماعيا عبر وسائل الاتصالات، وكذلك نتواصل
من غير اجتماعيا عبر الهدايا العينية، ونتجنب الإسراف اللي كان بيحدث أحيانا في بعض أوجه التظاهر أو أوجه التواصل الاجتماعي. ربنا سبحانه وتعالى كريم، وربنا سبحانه وتعالى جعل في كل حال عبادة، فإحنا بندعو وهي دعوة واضحة إلى الاستمرار في رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى وبصلة الرحم. وصلة الرحم، وأنا بقول للمشاهد الكريم، صلة الرحم مما يدفع به البلاء، وصلة الرحم مما يطلب به حسن العمر، ومما يطلب به سعة الرزق. ومن أراد أن يفرج الله كربه فليصل رحمه، خصوصا إذا كان مع والده أو والدته أو كذا، أو مع أقاربه جميعا. من أراد أن يبسط له في أثره ولينسى له في رحمه ولينسى له في أجله، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. دي دعوة لصلة الرحم، ولكن نجدد الأمر ونجدد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. اللهم أمين. بهذه الدعوة نختتم هذا اللقاء على وعد باستكمال حديثنا في وقت لاحق بإذن الله. شكرا جزيلا إن شاء الله دكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. والشكر موصول بالطبع لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. حفظ الله مصر، دمتم في رعاية الله وأمنه.